هو بعيد عن محتوى القناة، بس أنا حبيت شارك هذا الفيديو بس لفيد الناس أو فيد الأشخاص اللي عندهم التزامات مثل حكايتي مثلا، عنده التزامات، عنده دفع، عنده يعني خلاص كل مين يفهم على كيفه. المهم اللهم صل على سيدنا محمد، بيشتري لها هي الآلة حقها 50 يورو أو 60 يورو على حسب المكان اللي أنت فيه، على حسب الدولة اللي أنت فيها، أمريكا، السعودية، ألمانيا، هولندا، يعني على حسب المكان اللي أنت فيه. قبل الفك والتركيب الماكينة، بس مثل ما شايفين هي بتجي هيك شكلها، بس ما بدها، عندها برغي هون، تجي بتركب له هذا البرغي، بتركب هذا البرغي الثاني، وعندها أربع براغي تحت بالأرض، أربع براغي تحت بالأرض خفيفة، يعني وزنها 15 كيلو، وزنها 15 كيلو، يعني ولد صغير. هي مثل ما شايفين، والله ما بعرف إذا بتنشال بصبعتين، أصبعة يمكن تنشال بصبعة، تنشال بصبعة. المهم عندها 15 كيلو بس، هذه الماكينة عندها 15 كيلو بس مثل ما شايفين. يلا خلونا نفك ونركب عجلة ونشوف طريقة الفك والتركيب. يا رب طبعا هاي مي وصابون، هاي مي وصابون. هلا انا بفكيت البلف، هاي مي وصابون، بخ على العجلة مدايل بدايلها، بخ على العجلة بهذا الشكل. جيب هاي حطها في هذا المكان تمام، ونجيب القارس، قارس الإلهام، واضغط. خلاص طلع الدولاب يا جماعة. هاي العجلة طلعت كلها، خلاص بس هلا بحطها على المسألة اللي فوق، على هاي، هلا بحطها على هاي بس وببرمها. هلا هو الافضل انك تاخذ الجهه الثانيه كمان نفس الشيء، هو الافضل. ها لا 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 اللهم صل على سيدنا محمد. انا حطيت هيدي الجلده، هلا انا حطيت هيدي الجلده بس عشان ما يصير في تجروح بالجن. يا رب ارجعوا شوي لورا. هذه هي، هاي طلع لوحدي. على الجهة الثانية كمان نفسها تماما، يا رب يا رب، الجهة الثانية كمان نفسها تماما. كمان حط وينو ليكو، يا رب يا رب، هاي الجهة الثانية
مبين بالتحت من الكاميرا ما مبين، بس المهم كمان نفس السيستم يعني. ونمشي هاي الجهة الثانية. هلا بنفك وبنجيب الجانت، بنفك الجانت الأول بنرجع لي على صاحبه، بنركب الجانت إلنا إن شاء الله. هذا خالصين.